سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم. شايفين هذا الفن اللي وراي؟ شايفين هاي الروعة الرقي؟ هذا فن اسمه الفن الدمشقي. اللي بدي يحكي لكم عنه مش أنا، الفنان اللي بيشتغل هذا الكلام. ألفت الكاميرا ونحكي. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أول شيء بس نوقف دقيقة واحدة بس نأخذ الشرح وبعدين هذا. بسم الله، هذا الأستاذ صاحب هذا المحل وهو يتقن هذا الفن، وهذا الأستاذ أيضا الفنان. حنشوف كيف بيشتغل الفن الدمشقي. ما هو الفن الدمشقي يا سيدي؟ هذا حديد. أيوة. مرصع بالفضة. هذا خيوط الفضة. أيوة، خيوط الفضة. شايفينها شباب؟ فن معقد، مش بسيط. يعني شايفين هذا؟ هذا أنت شو بتفكروا؟ بتفكروا أنت دهان ولا بويا ولا شغلة؟ لا 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 لا، هذا هي خيوط من الفضة برسموها على الحديد. مزبوط أستاذ؟ نعم. يعني هذا فضة حقيقي؟ فضة. أيوة. حديد. هذا الفن من أين وصل إليكم أستاذ؟ من دمشق. هذا جاء من دمشق إلى الأندلس. إلى الأندلس، ومن الأندلس جاء إلى المغرب. ما شاء الله. طب ممكن تفرجينا كيف هيك تشتغل؟ أولا نسوي صحن أو شكل فاز أو أي شكل. أنت بتصمم الموضوع يعني بترسمه؟ لا، بعدين نسوي صحن أو فاز أو شكل ثاني. أيوة. بعدين ندعوه داخل الفحم. أيوة، بتحطه على الفحم. على الفحم، بعدين نقبطه هذا السكين بخرمه على شكل الخطوط. وبخرموا على شكل الخطوط بالسكين. بعدين عملوا الثاني داخل الفحم بيولي لون أزرق. أيوة، بيولي لون أزرق. بعدين أزرق. بعد الفحم. بعدين هذه مترقان بترقون يسوي أي شكل داخل، ما في نسوي يعني خرموا بشكل. أيوة. يعني طيب أنا داخل. سؤالي إلك، كيف بتثبت أنت الخيط هذا؟ داخل هذا. وين؟ يعني أنا خلينا أحط هيك. في خطوط. في خطوط. بعدين. يا إلهي. يا إلهي. المترقى يدخل داخل الخطوط. يعني أنت بتدخل هذا داخل الخطوط. أيوة. أيوة، يعني أنت أي قطعة معدنية بتعملها مربعات. أيوة. بهذا السكين. سواء كان فازو أو أي شكل من هاي الأشكال، وبعدين تبدأ أنت تدخل بهذا الخيط داخل. بالمترقى. بالمترقى. داخل المترقى. بعدين تخلص. أيوة. الشكل اللي أنت عايز تسويه. طيب يا شباب، يعني ما يعني هو إذا قال لك إنه هاي سعرها مثلا 100 دولار ولا 500 دولار ولا 1000 دولار، بدك تعرف إنه يعني روحه طلعت عشان إذا يعمل لك إياه. مش معقول يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب تخلص الشكل اللي أنت اللي عايزه داخل راسك. أيوة. بعدين تخلص، بعدين تسوي واحد حجر اسمه أقط. أيوة. بعدين تسوي هذاك الحجر بتنعمه. بتنعمه من أجل التنعيم. يولي ليس، ما يبقاش احرش، وبصير بصير ملس. شوف بصير ملس الان، هناك لساته خشن. ايوه. بعدين تعمله داخل الفحم بيولي اكحل. يا سلام يا سلام. فضة ابيض. اها. بعدين تسوي غسيل شهرين 3 أشهر 4 أشهر بالميه وصابون، وبعدين تعمل شويه زيت. علاش تحط شويه زيت؟ زيت باش يولي حتى يعيش اكثر وقت ممكن. أي. يعني هذا مثلا، هذا كم سنه يعيش مثلا؟ هذا يعيش على طول خلص، ما في شيء ابدي. ابدا. جارنتي. جارنتي. اشكرك على هذا الفن الراقي. ما هو في ثاني بيصنعوه؟ يعني في هنا يهود خلصوا من المغرب راحوا لاسبانيا بيعملوه بخيط الذهب. فهمت علي كيف؟ يعني في هون في يهود ايضا كانوا موجودين في المغرب، انتقلوا الى اسبانيا وبيعملوها مش بخيط الفضه، بخيط الذهب. اي نعم استاذ. هاي هي الحضاره الاسلاميه. شوف لما هذا هو الفن. ما هو انت هيك بتصنع الحضاره. شوف الاشكال. تسمح لي استاذ ناخذ شويه صور. مرحبا. هذا هون طبعا هذا المحل اخواني بجانب ضريح مولاي اسماعيل في مكناس. وهذا الفن هاي معلومه مهمه جدا، هذا الفن مش موجود الا في مكناس. في مكناس. يعني في يعني باقي محافظات مدن المغرب مش موجود. يعني كل مدينه فيها يعني صناعتها. فاس، تروح الفاس فيها النحاس. فيها النحاس وقفطان. ايوه. وبلاغي. ايوه. تروح مراكش فيها جلد. ما شاء الله.